جلسة مجلس الوزراء اللي درس مشروع تعديل الدستور، قرأت في بيانه أن مجلس الوزراء درس وصدق على مشروع قانون تعديل الدستور، un projet de loi portant révision de la constitution. كان مشروع الرئيس كي وصل لمجلس الوزراء أصبح مشروع قانون. كي ذكرت هذه علاش؟ مشروع القانون يقدمه الوزير الأول، مشروع قانون خاص بتعديل الدستور في 2008. كانت نفس العملية، كان مبادرة من الرئيس صبحت مشروع قانون تعديل الدستور، وكان لي الشرف أنا ذاك كرئيس حكومة مشيت البرلمان قدمته. إذن إن شاء الله أخي وزميلي سي عبد الملك سلال يمشي عندما تكون استدعاء البرلمان يقدم المشروع. أنا سمعت كذلك هذه صبحت مش موضوع سياسي، فلا سياسة فيه، كي يدخل القانون يضبط الطريق تمشي مباشرةً.